مواطن في مدينتي، مشروع اجتماعي تنموي موله الاتحاد الأوروبي في عمان بهدف تنمية روح المواطنة الصالحة لدى الشباب الأردني وخلق وعي اجتماعي لديهم بضرورة الحفاظ على نظافة أحيائهم السكنية وتجميل مدنهم، وذلك بزراعة الأشجار واستصلاح الحدائق وعمل رسوم جدارية بدلا من البقاء لساعات طويلة في الأزقة وعلى الأرصفة وتخريب الممتلكات العامة. المشروع الكل هو بيعزز قيم المواطنة الصالحة، بيعزز قيم الانتماء بدءا من المركز انطلاقا بالشارع للمجتمع ككل. فقيامهم بأدوار فاعلة لخدمة مجتمعهم بشكل من خلال المركز، من خلال مشروع مواطن في مدينة، أكيد انعكس بطريقة كتير إيجابية إنها عززت ثقتهم بأنفسهم، وبنفس الوقت عززت أدوارهم وكانتهم ضمن المجتمع المحلي، صاروا معروفين على مستوى المجتمع، صاروا معروفين على مستوى القيادات المحلية، وهذا له انعكاسات إيجابية على مواصلة المسيرة في خدمة المجتمع. كما يقدم مشروع مواطن في مدينتي ندوات صحية للتعريف بأخطار الإدمان وأمراض السكري واستشارات قانونية لأفراد المجتمع المحلي لتعريفهم بحقوقهم الاجتماعية والسياسية. احنا من ضمن البرامج أن نعطي محاضرات توعية وإرشاد، وخاصة في قانون العمل وقانون الوصايا والمواريث، بعد ما لاحظنا أنه الإقبال عليها بشكل فأعطينا محاضرات في الخصوص هذا في عدة أماكن. مجانية الاستشارة إلها دور، خاصة أنه بعض الفئات اللي بترجعنا هي من فئات الدخل المحدود أو الوضع المادي بيكون ضعيف جدا، فبكونوا بحاجة للاستشارة وبحاجة للمعلومة. هذا المشروع التنموي الذي ركز جل اهتمامه على بناء مواطن صالح لقي الدعم والتمويل الخاص من صندوق الاتحاد الأوروبي الذي موله بنسبة 70%، ويتركز عمل هذا المشروع في ثلاث مناطق رئيسية في عمان، هي منطقة الأشرفية ووادي السير ومنطقة سحاب. نحن توجهنا للاتحاد الأوروبي وهم كانوا كتير مشكورين أنهم أعطونا يعني النسبة الكبرى من هذا المشروع، تقريبا نسبة 70% من هذا المشروع، ولولا هم ساعدونا كان إحنا مش ممكن نقدر نعمل هاي يعني هذا المشروع أو نطبقه. هلا نحن غير عن هيك كان لازم إنه نعمل ناخذ تمويل أو نحاول إنه نحصل تمويل محلي، لكن صراحة كتير واجهنا صعوبات في هاي بهاي الناحية. فمثلا كان كتير صعب علينا إنه نقنع الجهات المحلية انه ايش اهميه هذا المشروع او ليش هم لازم يعني يدعمونا، وكنا نلاحظ انه دائما بيكون عندهم اولويات مختلفه مش المواطنه الصالحه. كانت بهاي السنتين اللي مضوا مواطن في مدينتي يعد مشروعا يهدف لتوعيه الشباب وحفز طاقاتهم الابداعيه بما يخدم مجتمعهم المحلي ويعود بالنفع عليهم مستقبلا. لبرنامج أوروبا جارتنا، ريمي كردي، الحياة، LBC، عمان.